السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا إخواني أخواتي فقناتكم أليسام كندا تي في. الفيديو ديالنا اليوم غادي نخصوه باش نجاوبوا على واحد التساؤل اللي طرحوا علينا واحد المجموعة ديال الإخوان، واللي كيهم الفرق ما بين الفيزا فيزيتور سوبر فيزا وكذلك الباريناج بالنسبة للأباء والأجداد، وكذلك شرح كيفية الاختيار ما بين هاد البرامج هذه. اولا اخواني اخواتي والمتتبعين ديالنا، كنشكركم كلكم على التفاعل ديالكم وكذلك على تشجيعاتكم لقناتكم أليسام كندا تي في. فاولا اخواني اخواتي، فبالنسبه لاستقدام او جلب الاباء والامهات والاجداد، فبالفعل هناك هاد الثلاثه ديال البرامج هادو. فالبرنامجين الاوليين يعني الفيزا فيزيتور وكذلك سوبر فيزا، فهي فقط للاقامه المؤقته. فبالنسبه للفيزا فيزيتور بالنسبه للاباء والاجداد، فكتمكنهم الزياره ديال الافراد العائله ديالهم لمده ديال اقصاها 6 اشهر قابله للتجديد عن طريق طلب التمديد ديالها، وتنطبق عليها كذلك الشروط اللي هي عادية التي تنطبق على الفيزا العادية فيما يخص القدرة المالية ديال الآباء والأجداد للإثبات ديالها، وكذلك إثبات أنهم سوف يغادرون الأراضي الكندية عند انقضاء المدة ديال هاد الزيارة، لأنهم فقط لديهم الحق للقدوم للسياحة والرجوع بعد 6 أشهر قابلة للتجديد، ولكن يمكن أن تكون لديهم الحق في الدخول عدة مرات، مثلا تكون عندهم 2 أو 3 أو 4 سنوات أو 5 على حسب مدة صلاحية الجواز، كذلك عدة عوامل أخرى يأخذها موظف الهجرة بعين الاعتبار قبل إعطائهم هاد الفيزا هذه. إذن الإثباتات ديال الفيزا فيزيتور فكتكون على الشخص القادم، يعني على الأب أو الأم أو الجد من ناحية المادية، وكذلك من ناحية المغادرة ديال الأراضي الكندية. ننتقل إلى سوبر فيزا. سوبر فيزا هي نوع فقط خاص بالأباء والأجداد، وكذلك حتى يتمكنوا من المكوث أكبر مدة ممكنة في كندا مع الأبناء ديالهم والأحفاد ديالهم. وهذا السوبر فيزا تقريبا من ناحية ديال الإجراءات ديالها فمثل الفيزا العادية، ولكن تؤخذ بعين الاعتبار ليست القدرة المادية ديال الآباء والأمهات والأجداد، ولكن القدرة المادية ديال الشخص المقيم في كندا الذي يقوم بتقديم يعني لانفيتاسيون، يعني الذي يطلب استقبال العائلة دياله. فالقدرة المادية دياله هي التي تؤخذ بعين الاعتبار. وبما ان هذا الفيزا هذه السوبر فيزا كما تسمى تعطي الحق للاب او الام او هما معا او الجد من المكوث في كندا مده 2 سنين، فيجب ان يقوموا باجراء لا فيزيت ميديكال، وكذلك من الضروري جدا ان الحفيد او الابن ديالهم يقوم لهم بما يسمى لاسيغونس ميديكال. هاد النوعين لا سوبر فيزا ولا فيزا فيزيتور لا تعطي اي امتياز للاباء والامهات والاجداد في كندا، لانهم بزوج بهم تعتبر اقامه مؤقته وليست اقامه دائمه. ننتقل إخواني أخواتي إلى الباريناج بالنسبة للأباء والأمهات والأجداد. فالباريناج يمكن الأباء والأمهات من جميع الامتيازات ديال الإقامة الدائمة، بما في ذلك الاستفادة من النظام الصحي وغيرها من الاستفادات، ولكن هناك شروط يجب أن تتوفر في الشخص الذي يتقدم بطلب
الباريناج لهم هناك شروط مادية، يعني القدرة المادية، وكذلك هناك واحد لونجاجمون الذي يجب أن يقوم بالإمضاء عليه. ننتقل إلى كيفية الاختيار بين هذه الثلاثة البرامج بالنسبة للأباء والأمهات والأجداد، أيهما الأفضل؟ للاختيار بين هذه البرامج الثلاث هناك عاملين أساسيين يجب أخذهم بعين الاعتبار، أولا القدرة المادية، ثانيا الحالة الصحية. لنبدأ بالحالة الصحية أولا، فإذا كانت الحالة الصحية جيدة فمن الأحسن بالنسبة للأباء والأمهات أن نقوم بالباريناج. إذا كانت كذلك الحالة الصحية ديالهم جيدة وكانت القدرة المادية للإنسان المقيم هنا في كندا جيدة، فمن الأفضل القيام بالباريناج. أما إذا كانت لديهم مشاكل صحية يمكن أن تعيق طلب ديالهم ديال الإقامة الدائمة من خلال الباريناج، بالخصوص أننا نعرف بأن هناك ما يسمى بالفاغدو إكسيسيف، وهذا عامل يمكن إدخالهم فيما يسمى بالانتيرديكسيون ديال التيريتوار بسبب ديال الحالة الصحية ديالهم. فعندما نقوم بلا فيزيت ميديكال فهذا ليس فقط للاطمئنان على ان الصحه ديالنا جيده وسنتمكن من العمل والانتاج في كندا، فكذلك حتى تطمئن الحكومه الكنديه على اننا لن نشكل ثقل على ميزانيتها من خلال ما يسمى بلو فاردو اكسيسيف. فلهذا فهناك عدة أشخاص يقومون بلا فيزيت ميديكال فلا يتمكنون من إتمام بقية الإجراءات، لأن لا فيزيت ميديكال تكشف على أن لديهم مشاكل صحية ستتطلب مصاريف مادية كثيرة تفوق المستوى الذي يمكن أن تتحمله الحكومة الكندية، وهذا ما يسمى بالفاردو إكسيسيف. سوف نخصص فيديو قادم لنشرح لكم هذا الشيء. هذا يؤثر بشكل كبير عند طلب الباريناج بالنسبة للأباء والأمهات، لهذا فإذا كانت لديهم مشاكل صحية لا أنصحكم بالقيام بهذا البرنامج ديال الباريناج، ولكن يمكنكم الاكتفاء بفيزا فيزيتور أو سوبر فيزا. فكيفية الاختيار ما بين سوبر فيزا وفيزا فيزيتور، فهناك يبقى فقط العامل المادي. فإذا كانت الحالة المادية ديال الإنسان اللي مقيم في كندا واللي غادي يقوم بالانفيتاسيون جيدة بالنسبة للابن أو الحفيد المقيم في كندا، فمن الأفضل على أنه أن يقدم سوبر فيزا، وبهذه الطريقة سيتمكن الأب أو الأم من الموقوت المدة التي يريدونها، أقصها سنتين متتاليتين في كندا في إطار ما يسمى بالسوبر فيزا. أما إذا كانت الحالة المادية ديالو ليست جيدة، بينما الحالة المادية ديال الأب أو الأم ديالو أحسن، فمن الأفضل أن يقوم بدفع طلب فيزا فيزيتور، ويمكنهم المجيء لزيارته، ثم عند انتهاء الفيزا يمكنه تقديم طلب مرة أخرى. كنتمنى إخواني أخواتي أنكم استفدتوا معنا في هذا الفيديو هذه، وأنكم تمكنتوا من فهم الفرق ما بين الباريناج والفيزا فيزيتور والسوبر فيزا بالنسبة للأباء والأمهات والأجداد. كنشكركم إخواني أخواتي على المتابعة، وكنقول لكم إلى اللقاء في فيديو جديد على قناتكم ألسامبل كندا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.